اختراع أستك مطاط علشان الأم تحمي ابنها من خطف، وده لما زادت حوادث الخطف اختراع أستك مطاط علشان الأم تحمي ابنها من خطف، وده لما زادت حوادث الخطف الحرام الغبي لما وقع في الباكابورت اللي بيسرقه، علشان يعرف إن ممكن أنت لما تشيل غطا الباكابورت دوت أي طفل صغير يقع فيه أو أي حد يضيع. لما الجن بيجي في صورة قطة ويخطف أي حد يقرب من البحيرة المهجورة ديت، بيتحول الحد ده برضه القطة وبيطلع تاني يخطف أي حد تاني يقرب من البحيرة المهجورة دي. هنا بقى لما يكون الراجل والست ولاد عم ونسبة ذكاء العيلة 100%، الإزازة ديت مفروض تطلع واقفة، لأ هم عايزين يطلعوها مقلوبة كده ومش عارفين يطلعوها، والأفكار كلها غابت عنهم لحد ما جاب صاروخ وقطع السيخ الحديد عشان يعديها، وهي ممكن تعدي واقفة عادي خالص، وده الذكاء الحقيقي. سبحان الله، عمرك شفت راجل مولود بأربع إيدين؟ الراجل البطل ده عنده أربع إيدين وبيلعب جمال أجسام في الأربع إيدين. بص بص الروعة، بص العضلات. لما تكون شغال غطاس في الشتاء ومدير الشغل يقولك انزل في السقعة دي، لما تكون جايب ورد جميل لحبيبتك وتيجي تديهولها وصاحبك يبدل، لما تتكلم في التليفون وتكون بتقفل الكاوتش والكاوتش يتقفل لوحده بكل سهولة من غير ما تعمل له أي حاجة، وتفاجأ إن الكاوتش اتعمل لوحده. بص 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 جاي يعمله باللافيه بقى، بيبص بيعمل. هنا بقى لما تعمل نفسك بطل في الجيم وانت على الله حكايتك، وبص وتقع وتعمل فونت على زمايلك ان انت ولد، يعني ولد استاذ في الجيم وانت ما تعرفش اي حاجه، ما عندكش جميله ديت كانت واكله شويه سمك وشويه جمبري وشويه استاكوزه وحاجات. السمكه دي معروفه انها تاكل اجود انواع السمك، ما تاكلش اي سمك، ولقوا في بطنها خاتم ذهب. النمر يا جماعة من الحيوانات المفترسة اللي عنده وفاء كبير جدا لصاحبه زي الكلب. تشوف الموقف ده هتستغرب جدا لما تلاقي قرد راكب على كلب. البنت الجميلة دي عملت فكرة جميلة جدا، لما تلبس البنطلون تحط كيس بلاستيك والبنطلون يتلبس على طول بقى، ما يوقفش زي ما احنا بنعمل كده، نيجي نلبس البنطلون لازم تشده وتعمله. الست الموزة الجميلة دي كل ما تاكل الموزة جوزها يحط لها حتة من الموزة اللي اكلتها تاني من موزة تانية، تاكل تاني يروح تطلعها تاني، بس فكشفته في الاخر بقى وشافت ان هو ايه. الست دي عايزة تعمل شوربة من غير ما تذبح الديك، فجايبة مكنسة كهربائية بتشفط منه البهاريز بتاعه، وبعد كده بتشفط السلطات والحاجات ديت، وبعد كده بتحطها لما تكون قاعد مع حيوان حساس زي الكلب ده وغيورة كده وبيهير من اي حاجة، لما تاكل حاجة لازم تديله زيها بالظبط واكتر شوية عشان هو مش هيرضى. بطلت لا رفض، لا زيك يا اما بلاش. لما حد يقول لك هات فرشة علشان نفرشها على البحر، بس تبدأت نفسها هتنط. صعب جدا لما يعملوا لكلب اسطمبة كلب شبهه بالظبط على هيئة تورته ويقطعوها قدامه، الكلب كان هيتجنن وجري. لما تكون المدام بتعد الفلوس وانت عايز تقلبها في اي حاجة تقلبها في الفلوس كلها، بص بص عمل حركة غريبة، بص الفلوس لزقت، لم الفلوس بعد كده وتوكل على الله. حلو قوي، محدش ابدا هيصدق ان في نفق تحت السفينة ديت على بعد امطار قليلة جدا بيعدي العرب. البنت ديت لما لقت وشوش الناس كتير وشوش الناس بتحور وتتغير وكل واحد بميت وش، عملت في وشها خمس ست وشوش بيتحركوا ويتغيروا على الطبيعة. بس ابداع. كنت في سنة كام لما عرفت ان الولد اللي بيطرقع البالونة ديت وبينفخ النفخة ديت مش ولد ايه؟
الست دي مدربة ومربية الثعابين. الثعابين بص الحية دي بتنشرها، بتغسلها وبتحميها وبعد كده بتنشرها عادي خالص. هم التروميسين اللي احنا كلنا عارفين اللي كنا بنستخدمه في عينينا، اللي كان بيقفل عينينا كده وما يخليهاش تفتح، بص بيستخدموه للقطط والحيوانات. بص القطة ولا هي هنا ولا بتربش ولا حاجة، احنا بنيجي نحطه بنقعد نرق. بص يا عيني لما الكلب يقع في ابخل الحيوانات القرد ولا النسناس دوت، بص 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 بخيل قوي، بص هينتش من قدامه ومن بقه الاكل. بص 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 نيتي النت اخترع احلى مفرمة بالخشب، بس شق مراته بقى خلاها هي ايه اللي تفرم. بص بص عورت رجليها اصلا، بص بتحط بغباء وعورت رجليها. بص بص حط لها القماشة، بس ايه اخترع بقى قصة. بص بص مفرمة لحمة وفراخ وكل حاجة. بص 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 الموضوع ده مش هزار، الكلب ده بيركن العربيات فعلا. هو اللي بقى اللي يديله حتة لحمة، اللي يديله حتة. بص بقى لما الملاك الجميل ده يأكل الغزال العسل الجميل ده، بص الغزالة، بص الغزالة بتاكل من ايديها ازاي. بص بقى لما الملاك الجميل ده يأكل الغزال العسل الجميل ده، بص الغزالة، بص الغزالة بتاكل من ايديها ازاي. دايما الازواج كده بتحب تعمل مقالب رخمه كده، بص حط لها البتاع اللي فيها الشوك، بس الواد جه نقصها وشال الشوكه وحط لها الورد. جت الست تقعد، قعدت على الورد طبعا فرحت بيه. بص 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 ابخل حيوان في العالم هو القرد او النسناس، بخيل جدا. بص 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 بخيل جدا، يعني بص يموت في مش هقول في القرش، يموت في الاكل وما يرضاش يدي لاخواته. الراجل دخل على الحنفيه وبس الحنفيه عشان يشكر ربنا على الميه وعلى النعمه، بس في دوسه تحت بيدوسها كده فالحنفيه بتشتغل، يعني دوسه بيدوس على حاجه تحت فالحنفيه بتشتغل. فالراجل دوت عايز يشرب مش عارف يفتحها ازاي، مش لاقي اي محابس تفتح ولا تقفل، فعادي بص في الحنفيه وعمال يبص فيها، بيفتكر ان هي بتيجي بالبوس، يعني لما تبوس الحنفيه الحنفيه هتجيب ميه. وطبعا قعد يبص لمده ساعه ومفيش فايده، عمال يلمس عليها ويحسس عليها، هي مش مراته يا ريس ولا خطيبته. وفي الاخر طبعا هيكتشف ان في زي دوات البنزين كده تحت كده بيدوس عليها. ابص على داس عليها اهو، جابت الميه وخلاص، وهو برضه مش شايف الدواسه لان الدواسه بالدارية. ده بقى راجل من الست وقرر انه يعيش تحت الميه ويعيش في دور عريس البحر، وفضل عريس البحر. اسيا بيبقى فيه تماثيل كتير في الشوارع وبتتعمل بمهاره ودقه عاليه جدا، وهم بيقدروها جدا وكمان يعني بيقدسوها قوي. بص بص الست حطت طاقيه وهتتصور معاها وهتعمل وهتنفع. الناس اللي بتبقى عايشه ببركه ربنا، اللقمة الصغيرة زي الكباب، البطاطس، الطعمية، المسقعة، كأنه بياكل. ده بقى الحصان اللي بيقعد يجري يقول درجن 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 درجن، وتحس انه طاير بالحصان وتقول الله ده راكب خيل تمام، ولا هو حصان ولا هو راكب خيل خالص. في ناس كتير ما تعرفش ان الافعى بتبيض، وكمان بتبيض من بقها، واتفرج وشوف علشان تتعلم وتعرف معلومات هامة ومعلومات عامة مهمة جدا. بتبيض اكتر من 10 ليك معايا، ما تروحش في اي حتة، اوعى إيه تتخض، دي مش بتقطع قطة، ده تورطة تورطة. بص دي تورطة، دي تورطة، بص تورطاية وجميلة. بص بص روعة روعة. ما محمد سامي داس على فستان مي عمر وهي الحكومة بتاعته ومراته، بص عمل ايه، عملت ايه، عالجت الموقف، قالت له انت دايس على الفستان يا ريس. خليك معايا في قصة التشويق والإثارة. الست ديت كانت متجوزة واحد غني جدا بس مات وما سابلهاش أي حاجة. الست ديت كان معاها مؤهل عالي وكان معاها ماجستير ودكتوراه كمان، بس ما لقيتش أي شغلانة تشتغلها. اشتغلت فراشة أو عاملة بتنظف في شركة، بس كانت بتقول لبنتها أنا شغالة مديرة أو عاملة كبيرة أو موظفة كبيرة يعني في الشركة، وكانت بتتصل ببنتها، تخش المكتب بتاع رئيس مجلس الإدارة وتتصل ببنتها زي ما هنشوف دلوقتي. بص هتخش تقفل الباب، تلبس لبس الشياكة وتقلع اللبس بتاع الهاوس كيب اللي هو بينظف وكده، وتبتدي تكلم بنتها تقول لها أنا المديرة هنا
وانا بشتغل وهتوحشيني يا حبيبتي، وبنتها طبعا فرحانه جدا 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 جدا، لحيث ما المدير شافها وقرر انه هيشوف القوي البرنس الجميل جاكي شان عندما يتذكر بطولاته وامجاده. جاكي شان اللي هو كان التلميذ المطيع لبروسلي اسطوره العالم، واصبح جاكي شان بعديه اسطوره العالم لانه تتلمذ على ايد بروسلي. انا مش مع اي حد يستغل عيوب خلقيه في اي حد عشان يحقق شهره او شو، حتى لو برضا الانسان نفسه. لا، ما استغلش اي حاجه زي كده عشان احقق شو، زي فيلم الكيت كات كده، محمود عبد العزيز لما كان عامل نفسه بيشوف الراجل دوت، قال لها لا ما تعديش دلوقتي عشان العربات معديه. عروسة البحر والقاعة السحرية اللي بيفرحوا فيها الأولاد الصغيرين ويعمل لهم شو جميل وروعة. بص عروسة البحر، اتفرج معايا على أجرأ بنتي في العالم. البنت دي اتحطت تحت الديناصور دوت اللي هو التركيب، بس هي البنت مش هتفهم كده يعني. عروسة البحر والقاعة السحرية اللي بيفرحوا فيها الأولاد الصغيرين ويعمل لهم شو جميل وروعة. بص عروسة البحر، لما يكون الولد الجميل ده مربي الجاموسة من وهي صغيرة، الجاموسة تطلع وتشيله وترفعه على كتفها. عرفنا بنات المغرب حلوين ليه؟ عشان بيحطوهم في برميل عسل نحل، بتفيد الجلد وبتفيد البشرة وبتخليهم. المقلب الفصيل بقى، الراجل ده عامل ايه؟ مسابقة كده ان اللي يشوط الكرة ويجيبها في موبايل ياخده، فهي شاطت الكرة جابت في الموبايلين بس طلعت هبلة، اخدت الكرة ومشت. ده بقى المقلب اللي يفصل. بص عمل نفسه ان دراعه اتقطع وهو مركب حاجة كده، والكلب خدها وجده ناس تستغرب. الضبع ده جبان جبن الدنيا كلها، بس قوي جدا جدا جدا. بس هو معدي لقى النمر قاعد ومش خايف على اي حاجه، راح ايه غير اتجاهه طول، بص وراه ما لقاش رجالته، وراه ما لقاش صبيه، في الجماعه بيهجموا على اي حد، راح غير اتجاهه وطلع بره الطريق، وبعد كده رجع للطريق تاني عادي خالص. جبان، انما لو معاك رجالتك كنت هجمته عليه. البطل ماسك الحديدة وبيشاول الولد التاني، بيقول على رجله كده، بيقول له اديني ايه الحديدة التانية، فراح يقعد على حجره. طبعا رماه وقال له اديني الحديدة، هتقعد على حجري في ايه؟ وشال الحديدة طبعا بتنرفز. راح زي ما في اصحاب اوفياء، في اصحاب اندال. الندل اللي يحاول يبص لحاجة مش بتاعته، اللي يحاول يبص لمرات واحد صاحبه هي احرجته. ايوه، بس ليه انت تبص حاجة مش بتاعتك؟ اتفرج بقى على التجربات اللي بتدربها البنات بتاعت كورة الطايرة، وبص البنت اللي بتنور في الضلمة دي، البنت دي اصلا بتنور يعني. بص هما البنات اللي قاعدين بيلعبوا في الملعب دول بينوروا الملعب، مفيش كشافات. بص تجربات قاسية جدا قاسية جدا فعلا فعلا. بص الطريقة العجيبة بقى، العمل اومليت البيض الروعة، بيتعمل بالكبدة والكفتة، بص تعمل زي الساندوتش الجميل. بص لما تعلم الطفل ازاي يشقى وازاي يقوي من صغره، وازاي يعود نفسه على قوة التحمل، ازاي يتحمل الالم ويدوس على الالم لحد ما يقبى قوي، لحد ما يقبى راجل. الحيوان اللي قدامنا دوت الجميل دوت اسمه كسلان. الحيوان ده لما يحب بس يطلع مشوار كده 100 متر ممكن يقعد فيه حياته كلها عشان يروح المشوار ويجي. مش هتصدقني لو قلتلك ان الديدان اللي انت بتقرف منها ديت بيغذوا بيها الكتاكيت. الشاب بقى لما يعمل لقطة حلوة كده وعمل نفسه نايم وريح على كتف البنت الجميلة اللي جنبه بكل احساس كده، وعمل نفسه نايم وهي يعني ثابت وقالت ده نايم حرام كده، لو عندنا في السيدة زينب كان زمان لطشته قلم فوقه. بس هو طلع بيعمل بنطة كده، وهيقوم دلوقتي هيديها وردة جميلة وهتفرح بيها جدا جدا جدا. اوعى تفكر ان الالعاب دي صعبة او الالعاب دي سهلة، الالعاب دي محتاجة تدريب جامد وتركيز، لازم تركز، لازم مخك يقبى مع الخطوة ومع الحركة بالدقة التامة اللي تخليك تعمل حركة جامدة زي دي، او تعمل حركة ممكن تموتك او تأذيك. الكلام المهم اللي بيقوله الشاب دوت عن الحيوان الخطير اللي اسمه الضبع. الضبع ده حيوان خطير جدا جدا جدا،
بس جبان لو لقاك قوي مش هيقدر عليك، انما لو حس بضعف منك هيهجم عليك في ثانية لانه قوي جدا وعنده حواجز قوية واسنان قوية جدا. الكلب ده صاحبه غاب عنه 6 شهور، بس بص الكلب بيعمل ايه. الكلب اول ما شافه كان هياكله من الحب ومن الحنان ومن الوفاء. صعب قوي لما تكون المدربة ست مع اكبر واضخم اسد في العالم، ده وزنه